في محافظة المنيا تم تنظيم معرض الكتاب في نسخته الرابعة، بيتميز طبعا بطرح الكتب في جميع المجالات العلمية والثقافية والأدبية وبأسعار مخفضة. يعني خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المعرض في نسخته الرابعة من دكتورة أمل عليوة، مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنيا. صباح الخير حضرتك دكتور، ومنورانا في صباح الخير يا مصر. بعد التحية، لو حضرتك توضحي لنا وتوضحي للسادة المشاهدين تخصصات الكتب اللي بيشتمل عليها المعرض. صباح الخير يا محمد، كل عام الأول لحضراتكم بألف خير بمناسبة الإسراء والمعراج. المعرض للعام الثالث على التوالي في نسخته الرابعة. المعرض يضم الكتب الزهيدة عن حاجة المكتبة، متخصص في جميع المجالات، علوم اجتماعية، إدارية، دينية، أدب وشعر، أطفال، كل المجالات وكل الفروع موجودة في معرض الكتاب السنة دي. السنة دي مختلف عن السنين اللي فاتت، إن يتبنى مفهوم النمو الأخضر اللي هو بترعاه الدولة والعالم كله. شعار المعرض السنة دي نقرأ لننمو وننمو لنحمي عالمنا. على هامش المعرض كنا فكرنا طبعا بما إنه يتبنى مفهوم النمو الأخضر، قلنا إن لازم يكون المعرض مختلف ويبقى فيه على هامش بتاعه معرض للزهور والنباتات بأسعار زهيدة، والمتخصص فيه بيعلم الولاد ازاي يعني يرعوا النباتات بتاعتهم او يزرعوها ازاي، او يستغلوا مساحة المنازل بتاعتهم او زراعة نباتات مفيدة. طب دكتورة أمل، هو النهاردة الختام مش كده؟ دكتورة أمل، المعرض اتفضل يا فندم. حضرتك سامعاني يا فندم؟ سامع حضرتك، بقول لحضرتك النهارده الختام فعلا. تمام. كان اول يوم فعاليات المعرض، كان في افتتاح للمعرض فن التشكيلي على هامش معرض الكتاب للفنان خالد عبد الراضي. كمان الصالون الثقافي يوميا بيعمل فعاليات معانا، عندنا ورش وعندنا لقاءات ثقافيه. الدكتور احمد نشأت قدم، خبير التنميه البشريه في محافظه المنيا، قدم ندوه عن التذكر والذاكره. عندنا أسر زكي المؤرخ التاريخي اتكلم عن التائب او الامين، ادانا فكره عنه، هو ليه كتاب بالفعل اصدره في المعرض. الجديد برضه عندنا السنه دي ان احنا ناقشنا كتاب وحي الاقلام، ده الكتاب. لو حضرتك تغيري بس المكان الموجوده فيه دكتور امل عشان نسمع حضرتك بوضوح. حضرتك الو، اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك في مشكله في الصوت يا فندم. ايه ده، تمام. الو، اتفضلي يا دكتور. اتفضلي يا فندم، سامعين حضرتك. فعالياته معانا كل يوم السنه دي، هم معرض مقام على 5 ايام مفتوح للجمهور ككل، والناس اللي بتعمل عضويه خلال فتره المعرض ليهم مفاجاه ان شاء الله النهارده، يعني باذن الله. مكتبه المنيا اصدرت كتاب اسمه وحي الاقلام ل 25 شاعر موجودين معانا في الصالون الثقافي. عملنا اكتشاف مواهب، عملنا كل الفعاليات، تعاوننا مع المتحف الاتوني في المنيا وعمل يوم تاريخ كان جميل جدا. هايل. والفعاليات كلها الحمد لله كانت ناجحه، وكان في اقبال شديد جدا على المعرض السنه، الحمد لله. الحمد لله. طب دكتور، ممكن توضح لنا متوسط اسعار الكتب؟ هل كان في نسب تخفيض على كتب موجوده في المعرض؟ هي الكتب اصلا من 2 جنيه سعرها 200 جنيه، اقصى حاجه 100 جنيه. يعني عايز اقول لحضرتك ان المجلدات، الخمس مجلدات بتاعه البدايه والنهايه لابن كثير ب 200 جنيه، يعني الكتاب حوالي 40 جنيه. فهي مخفضة أصلا، هو مش هدفنا ربح، احنا هدفنا خدمي، وإن الكتاب يبقى في متناول الجميع ويقدر يعني مش هو أولويات بس إن هو ياكل ويشرب، لا، ممكن برضه بسعر زهيد تقدر تشتري كتاب وتغذي وفكريا عقلك. صحيح. طيب الكتب محدثة يا فندم، يعني في إصدارات جديدة يا فندم؟ كلها إصدارات جديدة، كلها إصدارات جديدة. ونشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة أمل عليوة، مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنيا، شكرا لحضرتك يا فندم.